الملعب ويبعد الخطورة. ضغط في مكان خطير. وينطلق بالكرة إلى الأمام. كانتي. نيمار يتحرك ثميلة ويفتح اللعب ويطلب الكرة. هازارد ولعب الشوت. تصدي من الحارس. مزرت الكرة خطيرة. قبضة من حارس المرمى تبعد الكرة. إيدن هازارد. تصويبه من دي بروين. بيلعب الكرة بالراس. سواريز. وينطلق بالكرة في الأمام. وتصويبة خطيرة. مباراة مثيرة في البداية. شوف الفرصة في الدقائق الأولى. شوف الكرة كم ممكن التقدم. تركيز كان مطلوب في اللقطة الماضية. واحد على واحد. فرصة خطيرة تشعل هذا اللقاء. إيدن هازارد. ملعوبة بقبضة اليد يبعدها الحارس. كيفين دي بروين. ممتاز التحرك لدعم الهجوم في اللقطة. كانتي. بإمكانه إرسال كرة عرضية خطيرة الآن. بوجبا يضرب. كرة خطيرة الهدف تقدم. تقدم مستحق في النتيجة. بعد عدة كرات، عدة فرص، عدة محاولات. سيطروا على المباراة. فرضوا أسلوبهم. طبيعي أن يسجلوا هذا الهدف وهذا التقدم. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا. النتيجة 1-0 الآن. إيدن هازارد. انطلاقة بالكرة نحو الأمام. الفرصة متاحة لإرسال كرة عرضية. بوجبا بيلعب العرضية. قد تتسبب هذه في مشاكل لدفاعات الخصم. تدخل غير قانوني من وجهة نظر الحكم. قد نشاهد إخراج البطاقة. من فوق العارضة. شوف الرأسية كيف لعبها. الله على التنفيذ. كرة كان ممكن يوجهها للأسفل شوي وتروح في المرمى. ضاعت اللقطة. إيدن هازارد. كرة خطيرة نحو الأمام. كرة مستمرة مع بوجبا. ما زالت الخطوط. كيف دي بروين. كرة مقطوعة وتتخلص إلى ضربة ركنية. حارس المرمى قام بكل شيء في اللقطة الماضية من مسافة قريبة لكن حافظ على تركيزه. وانا جارث بيل. كرة بتعدي. فرصة بتضيع. ما تحكم فيها بالشكل المطلوب. شوف الكرة الرأسية ما كانت موفقة في نهاية الهجمة في اللقطة الماضية. نيمار يتقدم. نيمار ينطلق في الهجوم. ممتازة التسديدة. هدف الأمان. هدف الراحة. هدف الثقة. فارق الهدفين في المباراة. بالتأكيد المباراة لم تنتهي. حذر مطلوب. عدم التراخي أيضا لأن الوقت ما زال كافي للعودة. تفوق على المستوى الفني والتكتيكي يترجم الآن إلى هدف مستحق. أعتقد بأن الفريق الآن راح يفرش في المباراة ويسيطر في الوقت القادم على المباراة لأنه يملك لاعبين من نوعية أفضل وقادر على تسيير إيقاع المباراة بالطريقة اللي يبغيها. الكرة تحت سيطرتهم بعد ما تمكنوا من استخلاص الكرة والسيطرة عليها. يسير بفرصة أمام المرمى. كرة بين يدي حارس المرمى. نيمار ينطلق في الهجوم. إيدن هازارد. الله عليك. الله عليك. الأهداف تسجل بهذا الشكل. كرة القدم تلعب بهذا الأسلوب.
في إعادة لشخصية الكابتن التي ظهرت في هذا الهدف. هدوء كبير في اللمسة الأخيرة. مباراة كنا نتمنى بأن تكون أكثر ندية، لكن واضح الاستسلام تماما في هذا اللقاء. كرة تلعب بدون تركيز والكرة بتتخلص. يقطع الطريق لكن لا يسيطر على الكرة. حكم اللقاء يقر 3 دقائق الآن. بينية ملعوبة بكرة هدف في هذه اللحظات. ممتاز، مستحيل الكرة. كرة في المرمى، هدف في منتهى الروعة. النتيجة الآن 3 أهداف لهدف، هدفين يفصلان بين الفريقين. ضغط متقدم، استخلاص الكرة. سواريز. الحكم ينهي. خمسة واربعين دقيقة أخرى، انطلاقة لشوط المباراة الثاني. بيل يتقدم باتجاه المرمى. هجوم من جارث بيل الآن. جارث بيل بيلعب لكرة عرضية، يقابل الكرة وبيخلصها من منطقته. إيدن هازارد. دي بروين، فرصة كبيرة عند كيفن دي بروين. مستحيل يا كيفن دي بروين، الكرة في المرمى. الفارق يتسع بعد هذا الهدف مشاهدينا في كل مكان. الأمور انتهت بالفعل، العودة شبه مستحيلة الآن. الآن أصبح الفارق كبيرا بين الفريقين، ولا أعتقد بأن هناك مجال للعودة في هذا اللقاء. فرصة كبيرة وفرصة كبيرة للتسجيل. هدف يقلص النتيجة، ما زالت صعبة، ما زال الفارق كبيرا، لكن لا مستحيلة في كرة القدم. بعد هذا الهدف أعزائي المشاهدين، نتيجة هذه المباراة 4 أهداف لهدفين. تحرك ممتاز من نيمار. ألبا، عرضية تلعب، ممتازة تسديدة. ما لعبها بشكل سليم، كان في ضغط كبير عليه من الدفاع. كان ممكن يفكر في حلول ثانية في اللقطة الماضية، لكن برافو للدفاع في التغطية. نيمار قد تتسبب هذه في مشاكل لدفاعات الخصم. نيمار بيلعب لكرة عرضية، تبعد الكرة من أماكن الخطورة. كرة إلى خارج الملعب، رمية جانبية. جاريث بيل. خطأ يحتسب الحكم، لكن الكل ينتظر القرار التأديبي. سواريز يفتك الكرة في منطقة الخصم، الضغط يتواصل. لحظات وتنفذ رمية التماس. الجناح لجارث بيل. جارث بيل بيلعب لكرة عرضية، القائم يتصدى، فرصة هدف مضيع. أوهو على هذه الكرة. إيدن هازارد، انطلاقة بالكرة نحو الأمام. لعب تسرع فيها، حاول في كرة من مسافة بعيدة. بعد مباراة كبيرة يستحق عليها التحية، يترك أرضية الملعب والسعادة واضحة على وجهه لردة الفعل الكبيرة من جماهيره. فرصة والكرة في وضعية الهجوم في هذه اللحظة. رأي صفارة وتسلل. جوردي ألبا، تمركز الجيد الآن، يقطع من خلال الكرة.
بوجبا. هذا اللاعب هو محور الفريق، هو دينامو الفريق، هو الركيزة الأساسية للاستراتيجية اللي يتبعها المدرب. لاعب يتمتع بكاريزما كبيرة، قدرة على تحديد إيقاع المباراة. أنصح كل المشاهدين بمراقبة هذا اللاعب والاستمتاع بما يقدمه في أرضية الملعب. بول بوجبا، والكرة يوقفها الحارس بسهولة. بوجبا بدأ هجمة الآن، كرة تخرج إلى ضربة ركنية بعد ما لمست المدافع. كيفن دي بروين بيلعبها في منطقة الجزاء، رمية تماس الآن. قرار ممتاز من الحكم بإتاحة الفرصة في هذه الكرة. دقة في التمرير، شوف اللقطة، شوف اللعبة، الكرة اللي تخرج من قدمه واللي تعرف الطريق. الله على الكرة، يتقدم فيها، يقتر من مناطق الخصم الآن. كرة خارج السيطرة، مضغوط عليه. حكم يعطي تحت الفرصة للاستفادة من هذه الكرة. جابرييل سيديبي، جاريث بيل عند الفرصة للانطلاق الآن على الجناح. عرضية عند القائم، عرضية سهلة في يد حارس المرمى. وينطلق بالكرة في الأمام، بيمر فيها من هذه تصويبة. ثمان دقائق تفصلنا عن نهاية اللقاء. تناغم وانسجام كبير بين اللاعبين في أرضية الملعب، واضح أمل المدرب اختيارا للاعبين المناسبين، اختيارا للتشكيل الأمثل. يظهر الفريق على أرضية الميدان بهذه الصورة. كرة بتعود، كرة بتتخلص من جوردي ألبا. إيدن هازارد، كيفن دي بروين، وينطلق بالكرة إلى الأمام. مع هازارد يعني خطرة، مع الدين في فرصة هدف، ممكن يسجل. شوف الإعادة، حارس المرمى كان قريب، لكن هذه اللقطة انتهت بهذا الهدف الغريب. إعادة الهدف من زاوية مختلفة للمرمى. مباراة كانت من طرف واحد والنتيجة توضح هذا تماما. أعتقد أن الوقت قد فات على التعويض، لأن المباراة لم يتبقى فيها إلا القليل. حكم اللقاء يضيء 3 دقائق، يتقدم بالكرة نحو مناطق الخصم. سواريز، كرة فرصة متاحة للتسجيل. الكرة ستلعب من الضربة الركنية، بيلعب للكرة إلى منتصف 18. كرة بتتخلص من المنطقة، دقيقة الأخيرة من عمر المباراة. الحكم ينهي.